انعكاس بقى اللي بيحصل في اوروبا بالسيناريوهات اللي بتحصل في مصر. يعني الاتحاد المصري لكرة القدم هل عنده سيناريوهات؟ هل عنده افكار بالنسبة للمرحلة الجاية؟ هل يقدر يدخل في التفاصيل المالية ويحط حلول للأندية مع اللعيبة؟ الاتحاد المصري الحلول للأندية دي مش شاغلين بالهم بيها. الاتحاد المصري واللجنة الخماسية في لائحة، مفيش لائحة، مين سرب اللائحة؟ طب اللائحة دي مظبوطة ولا لأ؟ طب آخر التعديلات على اللائحة إيه؟ طب البنود اللي هتمشي هتعمل إيه؟ طب الجمعية اللي بقت 98 هنقعد معاهم نقول لهم إيه؟ يعني ده اللي بيفكروا فيه. حتى هذه اللحظة ده أكتر حاجة مشغلة، وأنا بقول لك إديت للناس دي حق أكتر من مرة. وقلت للناس دي اشتغلت على الفار واشتغلت على تقليص الجمعية العمومية واشتغلت واشتغلت واشتغلت. طب السيناريوهات اللي جاية دي سيناريوهات الأندية؟ لسه ما عندهمش حاجة يعملوها الأندية يا محمد. يعني لسه مش عارفين لو الموسم اتلغى هيلزم الأندية بإيه واللعيبة بإيه؟ طيب الموسم مكمل، لما هتكمل الموسم ويمتد هل هتخصم من اللعيبة وتقسم لها الباقي على القيمة دي؟ يعني أنت عقد اللعيب كده كده هيزيد في الوقت. طب ده هيزيد في الفلوس؟ لا ده هيقل. طب هل لما يقل هيبقى التعامل إزاي؟ خلي بالك. بس في الوقت الحالي أنت كلعيب وأنت بتتعامل مع النادي بتاعك أكتر حاجة تقدر تاخدها من حقوقك هو الراتب، مش أكتر من كده. لا ده أنت خد بالك، خد بالك بس. انت لو اشتغلت، انت عقدك مثلا احنا بنقول مثلا اللعيب، اي لعيب عقده بينتهي مثلا في شهر 6 مثلا اللي جاي، هيبقى مستمر. حلو. بس في حاجه، انت القيمه الماليه اللي معموله لك لغايه شهر 6 تختلف عن لو استمر. يعني انت فاضل لك 100,000 جنيه هتاخدهم 30 في 30 في 30 ماشي. طيب لما هاجي هرجع وانا هخلص في شهر 1 هديهم لك 30 في 30 في 30 واديهم لك في شهر 6 وتيجي بعد كده انت تقول لي ايه وانا اقول لك ايه؟ ليها حسبه، لازم خلي بالك، ليها حسبه والحسبه دي هتبقى فيها بعض الامور. هيلزمك الاتحاد الدولي بنظام، هيقول لك اللي خد كذا يتخصم كذا ويتعمل كذا، ويبقى ليها قاعده. تمام. وهيدي للاتحادات المحليه والاهليه حق التقسيمه دي. انت قلت ايه؟ هيدي لمين؟ الاتحادات الاهليه والمحليه. اذا الاتحادات لازم يكون لها دور طبعا، ولازم يبقى من دلوقتي عامل الخطه بتاعته. اي لجنه الخماسيه لو النهارده قاعده مش عامله من ضمن السيناريوهات بتاعتها الغاء المسابقه يبقى الناس بتهزر. لازم اكون من دلوقتي حاطط كل الحلول، محضر وعارف الدنيا رايحه فين وجايه منين، ونسق نهايه الموسم بتاعي بالموسم الافريقي طبعا، لان كمان هتقابلني ازمه كبيره جدا. نفترض ان الدوري بتاعنا ان شاء الله في مصر رجع على اول 6، طبعا ما عنديش مشكله لو اتاخر اكتر من كده طبعا، وهينتهي فجاه الاتحاد الافريقي عشان يجبر الانديه تلعب بجمهور، فقال لك خلاص السيمي فاينال هيتلعب في اول 8. نووي على الرغم هيبقى الموسم المحلي خلص قبل الموسم الافريقي. على الرغم يا محمد الاتحاد الافريقي بيصر حتى هذه اللحظه، وانا مش عارف ليه، انه يلعب بجمهور. يقول لك حلو، هو عايز يدي الطمانينه، لكن حتى لو رجعت الدنيا تعافت مش هيقدر يرجع الناس مره واحده برضه، هيبقى قلقان، ولازم يرجع للدول نفسها اللي هتستضيف الماتشات. بالظبط كده. وساعتها لن يلزم اي دوله انها تلعب بالجمهور. ساعتها الناس يقول لك يا عم مش لاعب، مش لاعب يا سيدي، ده هو موسم ملخبط. لكن انا برضه مش عارف مدى اصرار، ودي معلومه صحيحه 100% الاتحاد الافريقي، ان يقول لك ايه الناس عندها امل غير عادي، وده حلو، بس يقول لك ايه احنا بنوضب علشان ماتشات الاهلي والزمالك والماتشات المتبقيه. دي تصريحات لعبد المنعم بام امبارح، انا شفتها وكتبت جزء منها كمان. لما قال ما عندناش مشكله نؤجل لابعد ما تتخيلون. ايوه، ما هو عنده مساحه وعنده اجنده ودنيته فاضيه. لكن في الاخر اللي ما عجبنيش في تصريحه حته انه ممكن يلزم تلزم مين يحضر من الدنيا بس الاول، يعني كل واحد عايز يطلع يتكلم. كاميرون. يا جماعه لسه مش نهايه العالم. الكاميرون نفسها اللي هتستضيف النهائي، عدد الحالات الكورونا عندها دلوقتي وعدت 300. دي كارثه بقى، لان بيقول لك بعد ما الدنيا ان شاء الله تبدا من ناحيه اوروبا والحتت دي تهدى، مش عايزين يحصل انفجار في افريقيا. وامبارح كان في برضه اجتماع كبير جدا مع رؤساء الدول الافريقيه، وكان فيها مصر، والامور دي خطر جدا. دي خطر، عشان كده بيتم مناقشتها من دلوقتي. بالظبط كده. فاحنا الامور دي لازم نبقى واعيين لها. فبقول لك لو اللجنه الخماسيه والمجموعه مش حاطين البدايل وعاملين من دلوقتي وفقا للوائح والقوانين وبعتين للفيفا ومستقبلين واحنا عندنا كذا وعندنا كذا وعندنا كذا، طب انت بتتكلم في الدوري الممتاز، خش بيع على القسم الثاني، خش بيع على القسم الثالث. اللعيبه اللي كان شغال على توك توك رجع على التوك توك، واللي شغال مبيض محاره، واللي شغال، وده مش عيب، في كوارث في القسم الثاني. اللعيبه رجعت تشتغل باليوميه صنايعيه. تمام. معظم لعيبه، انا مسؤول عن كلامي، معظم لعيبه القسم الثاني من دلوقتي اللي هي يا دوبك عايشه عقودها اصلا بتبقى يعني يا دوبك بقى يا دوبك. حلو.
اللعيبه دي كلها النهارده والشغل مش عيب رجعت تمتهن المهن بتاعتها. ما مش هتموت من الجوع، وده موجود على السوشيال ميديا وموجود ومتصور فيديوهات وصور وكله. طب هم فين من الفيلم ده؟ يعني في لجان اصلا جوه الاتحاد يعني دورها اداره المسابقات، اداره شؤون اللاعبين، الادارات دي دورها المعنيه ايه الفتره الجايه؟ ده دور ايه؟ ده انت عندك قدامى اللعيبه عندهم مشاكل كبيره جدا، واكتر من حد كتب والناس كتبت وقالوا يا جماعه في ناس لعيبه كبيره قدام لعبت منتخبات ولعبت انديه كبيره ظروفها صعبه. فين هنا الجزء ده؟ الجزء ده مهم جدا. تمام. ما هو كل يعني احنا بنقول ان كره القدم فيها اقتصاديات وفيها فلوس، لازم تشيل نفسها، لازم تشيل نفسها في وقت زي ده، ولازم عندك الاليات اللي تحافظ عليها في وقت زي ده. مش كل حاجه لما حصلت الثوره بدات من الاول من الصفر في الكوره وفي الرياضه، لا انت خلاص النهارده مش عايزين نرجع نفس الخطوه من تاني طبعا، وتبدا من الاليات. ده انت لسه ما رجعتش، خلي بالك احنا ما رجعناش من بعد الثوره لغايه دلوقتي، ولا رجعت بالفول كاباستي بتاعك، ولا رجعت بالامكانيات بتاعتك، ولا رجعت بالطاقه بتاعتك، لا لسه، ولسه ما فيش، ولا رجعت بامكانياتك الفنيه، انت بس رجعت بارقام مهوله وخرافيه في قيم اللعيبه بس. دي الحاجه ده الوحيده، ده غريب. ده اللي بتطبق فيها الاحتراف. ده انا مش فاهمه، اللعيبه نفسها ده بشكل عام عشان الناس ما تفتكرش ان انا بقصد لعيب بعينه، لا، اللعيبه في مصر حتى ما فيش حد بياخد المبادره زي ما الناس في اوروبا خدت المبادره، وبعض اللاعبين خدوا المبادره سواء في اليوفي او في اتلتيكو او برشلونه او حتى في الدوري الانجليزي. كل واحد شادد البطانيه ونايم لغايه ما يجي حد يصحيه. ما حدش هيصحي حد، خد مني بس. البعض عمل تحدي الخير كتر خيره، وناس كتير ظهرت بشكل كويس واتعملت واتقالت واللعيبه ونجوم مجتمع وشكل حلو جدا. انا بقى لاسره الرياضه المصريه كلها مش الكوره بس، انها تعمل دوري الخير. دوري الخير. دوري الخير ده اننا نتكفل ببعض في الوسط الرياضي. لعيب قديم، لعيب عنده مشكله، خلي بالك في لعيبه بتلعب في الدوري الممتاز ظروفها مش في انديه كده ولسه كلهم طالع. أيوة طبعا حصل. وفي وفي وفي، فانت النهارده دوري الخير تقدر تخليها تنتصر في وسط كل الظروف اللي احنا عاملينها. انا كنت من 3-4 سنين كنت بحلل في استوديو، كنت محلل في الشباب والرياضه، وكان معايا الكابتن وليد صلاح الدين، فكنا بنتكلم عن قيم اللاعبين تقريبا من 4 سنين. تمام. فقلت جمله، قلت يا جماعه هي لعيبه الكوره ليه بيجي عايز يدفعك ثمن اسمه وثمن خبرته وهو مش قادر، وهو قادر بيرضى باي حاجه. وقمت قايل يعني هل يا جماعه النهارده لما بنزل اشتري عربيه على الزيرو سعرها اغلى ولا عربيه مستعمله؟ تمام. طبعا التشبيه واضح. احد اللاعبين الكبار بعت رساله للكابتن وليد صلاح الدين، قال له عم وهاب بيتكلم في الكوره ليه وبيحلل كده ليه؟ يعني ايه عربيه زيرو؟ يعني ايه عربيه؟ ايه اللي جاب العربيات للبتاع؟ فكابتن وليد وراني كده على الهوا، قال لي شفت حبيبك بعت ايه؟ قلت له لا عادي، الايام الجايه هتثبت لك ان العربيه الزيرو في كره القدم هتبقى ارخص من العربيه المستعمله واحيانا من منتهيه الصلاحيه.